الميتافيرس هو عالم افتراضي موازي لعالمنا الحقيقي، عم يتم عن طريقه شراء عقارات واراضي. باسطنبول اليوم عم ينعقد اول مؤتمر لمناقشه الميتافيرس، وماكسيموم بروبرتي عم تحضر هذا المؤتمر لتعطيكم ملخص عنه. بمشاركة كبار الشركات الإنشائية والعقارية تمت مناقشة عالم الميتافيرس بشكل عام وتأثيره على السوق العقاري بتركيا، إمكانية التجول افتراضياً بالعقار اللي ممكن تشتريه وتعيش فيه لفترة تجريبية لحتى تشوف إذا هذا هو الحي المناسب لإلك. هي إمكانية ممكن تصير حقيقية بوقت قريب، بالإضافة لعدة نقاط مثل شراء عقار افتراضياً عن طريق عملة الـ NFT. ولكن السؤال، هل أنت بدك تكون مالك حقيقي لعقار افتراضي؟ الموضوع صار ضخم كتير كبير ولكن بفترة قليلة. ماكسيموم بروبرتي رح تشرح هذا الموضوع أكثر على السوشيال ميديا وعلى الويب سايت maximumproperty.com.